رياضة الطيران معاهم ولا سمعت؟ انت مين؟ اسمي سيد بوخارست، اللي وصيتيهم يجيبوا لك رقبتي. انا شفتك فين قبل كده؟ في النايتلي، صح؟ صح. بتفهمي في الشوف تمام، بس لا مؤاخذه ما بتفهميش في السما. اصلك لو كنت سمعت عن سيد بوخارست اكيد كنت عملت حسابك وخفت منه. وتكشف جلدك كمان، بس انا مش هندمك دلوقتي عشان خاطر المصلحه اللي بينا اهم. سيد، انت دخلت هنا ازاي؟ مصلحه مين اللي بعتينك؟ انا مفيش حد بعتني، انا كبير نفسي. ما تجيب اللي عندك. اللي عملتيه معلم وخليتيه كبير السوق. انا رميتهولك في السجن. والهفا اللي بعديه وديتهولك في حته ابعد منه. دلوقتي بقى مفيش قدامي غير العبد لله. اصلا انا عينت نفسي كبير السوق ومستني اسمع منك المبروك. ما هو يا اما انت بتستهبل عشان تجيلي برجليك لحد هنا وتقولي الكلمتين الخايبين بتوعك دول. يا إما أنت عبيط ومش فاهم حاجة. يعني الاتنين في بعض، بس أنت مش واخدة بالك. أنا هسيبك تدوري في دماغك شوية، يوم ما تنوي هعرف أجيلك تاني إزاي. طب مانجا، طيب يا افندينا، انك عارف ان الواد واكل في دماغك حلاوه عشان تتبلع على اخوك ابن امك وابوك. هو الواد ده عامل لك ايه يابا؟ سيد اللي دخلته بيتي وتجارتي وشاورت له على سكه الدنيا يرمح فيها زي ما هو عاوز. يا اخويا سيد، تظبط كلامك يا فارق. سيد عنده حق، ده انا اخوك برضه. اخوك برضه والله. الكلام ده تروحي تقوليه لواحدة ما تعرفكيش، انما الواحدة تعرفك اكتر من نفسك يبقى عيب. الواد ده انت تعرفيه، بس افهم امتى وايه اللي بينكم بالظبط. انا ما انكرش اني اعرفه. انا اعرفه فقط. بس اعرفه من فترة قريبة. هو بيشتغل في النايت كلوب اللي احنا نايت الزفت. ها، عايزة جديد؟ معرفش، انا معرفش ايه اللي وراه ومعرفش ايه اللي خلاه يدخل لك. غبية، عارف يلعب بيك الكورة الصايع. طب هو قالك عايز ايه؟ انتي اللي سهلتي يدخله عليا من البودي جاردز. طبعا لا، انا مستحيل اعمل حاجة زي دي وانتي عارفة كويس. حصل بينكم حاجة؟ قلتيله ايه عني بالظبط؟ ما سألنيش عليكي قبل كده، عمر ما جت سيرتك خالص. ماشي، خلي بالك من نفسك. طب هو قالك ايه؟ كان عايز ايه يعني؟ وانتي لما هتعرفي هتقدري تتصرفي، مش كده؟ ده انتي فاشلة انك تديري مكانك او حتى انك تأمنيه. انا اسفة، واوعدك ان اللي حصل ده مش هيتكرر تاني ابدا. ده لمصلحتك يا بوشي، لان المرة الجاية هيكلفك كل اللي عملتيه السنين اللي فاتت. ديم؟
تعالى يا عم. امي بعتت لك دول. متشكره يا حبيبي، تعبتك معايا. ما تقوليش كده، انا تحت امرك. انت بتحبي القرايه؟ اه طبعا بحبها جدا. تعرفي انا كمان بحب القرايه قوي. ايه ده بجد؟ اه امال ايه. عارفه لما كنت في الملجا كنت بحب قصص اللي هي رجل المستحيل والحاجات دي اللي فيها ضرب وتنطيط وكده، بس كان كل فين وفين بقى لما يشمونا ريحه الكتب. ايه ده وليه كده يعني؟ استخسار بعيد عنك. ولا يهمك، انا هخليك تقرا كل الكتب بتاعتي واجيب لك كل الكتب اللي انت نفسك فيها كمان من عينيا. بجد يا حوبه انا بحبك قوي ربنا. وانا كمان يا عمر. بص يا عمر، اقرا زي ما انت عايز، بس ما تصدقش قوي كل اللي هتقراه، اصله في الاخر يعني شويه كلام على ورق. انت ليه بتقولي كده؟ عشان هي دي الحقيقه. الحياه اللي احنا عايشينها مختلفه، اصعب بكتير من اي حاجه بنقراها ونتمناها ونتخيلها. لازم تبقى فاهم ده وتقبله، ده لو مش عايز تتعب زي. سلامتك يا خالتي من التعب. قولي لي بس ايه اللي مضايقك وحياه امي بعيده عنك خالص وخليك تنبسطي. يا ريتها كانت سهله كده يا عمر، يا ريت. يا نهارك اسود، انت زي انت اللي عملت كل ده. انا عمال اقول الناس عماله توقع كده زي ورقه طمنه بزقله صباع واحده ليه؟ او طلع بصباع حبيبك. انا اللي شاعت فيه واخوه رامل. شفت بقى الدنيا حلوه ازاي؟ حلوه دي انت بتهزر يا سيد. اه لازم اهزر، دي عالم هفا واذيتها واجب. انا ما تكلمت يا سيد، كنت عامل اقول لنفسي انك هتعمل وشين وخلاص. طلوس ايدك بالدم يا سيد. طب ايه ده؟ ده ايه الا ده؟ ما تقدر. طيب في ايه؟ انا مش بلطجي ولا غاوي اطيح في رقاب الخال. المفروض اقول لابتدى بالشر اخوك كان عايز يخلص مني. كنت عايزني اعمل ايه؟ اتفرج عليهم وهم بيغربلوني؟ مهما قلت يا سيد، مهما قلت مش هتعرف تبيعها لي. فاكر يا سيد؟ فاكر قلت لك ايه اول ما جيت تدخل السكه الشمال دي؟ قلت لك تجاره الصنف مش زي ما بتشوفها في الافلام. ارشاها في الاول حلو صحيح، بس في الاخر يا شغلانه وسخه بتنتهي بزعله كبيره قوي وحسره ما حدش بيونسك فيها زي كل حكايه. وليها دنيتها، واللي يزق نفسه في حاجه يستحملها. سيد كده افهم، انت فاكر ان حكايه معوض دي كانت عدي بالساحل كده يا سيد؟ يا ابني افهم، الدم في الشغلانه دي زي الكيف، من اول يلف يلف ويرجع لك.